وقع شغب وفوضى، وما زال الاحتمال الشغب والفوضى قائم. قائم. اه طبعا، لان لسه في نتيجة اعلنت، لكن في قطاع رافض لهذه النتيجة، وده ليه مسألة الرفض دي مش ليها تبعات اعلامية، لا ليها تبعات على مسألة تسليم وتسلم الادارة والكلام ده كله. المفروض فترة من نوفمبر لحد 20 يناير دي مرحلة تسليم وتسلم، فمش فهيسلموا متوقع يسلم انها تبقى سلسة مش المرة دي. متوقع انها تبقى سلسة. ده جزء. الجزء التاني، لان كمان الارقام عكست تناقضات كتيرة جدا في الانتخابات دي. يعني الارقام اللي ظهرت بالنسبة لبايدن في مختلف الولايات تقول ان هو يعني عامل موجة زرقاء طبعا. كويس، بس الارقام دي متناقضه مع نتائج انتخابات الكونجرس، لان الجمهوريين ما زالوا محتفظين بمجلس الشيوخ. ف هل ازاي المزاج الانتخابي متناقض في نفس اللحظه؟